السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل مجتهد نصيب إن شاء الله بإذن الله. دلوقتي إحنا صممنا الشلال، أخذنا المقاسات، عملنا الأكسات بتاعتنا، بدأنا نركب في المساطر على المقاسات المعتادة. إن شاء الله بإذن الله بدأنا نفصل المواسير بتاعتنا داخل القمر الحديد. إن شاء الله بإذن الله تفصيلة المواسير كل خط جاي لوحده، عشان إن شاء الله بإذن الله نبدأ نعمل خط محابس هنا إن شاء الله بإذن الله. ده احنا بس بنعمل ان احنا نشغل ميه دلوقتي، وهيبقى كل خط معانا له محبس ان شاء الله باذن الله. طبعا عندنا ده خط رقم واحد لنافور للشلال، رقم واحد، خط رقم اتنين، خط رقم ثلاثه، عندنا نافورتين في الفراغ اللي بين الشلال، يعني بين الشلال ده والشلال ده في فراغ حطينا فيه نافوره، والاكس التاني بين الشلال والنافوره الشلالين برده، اصبح عندنا شلال ونافوره ان شاء الله باذن الله. ولسه جاي الاعمال، لسه هنعمل الصرف وهنعمل التغذيه بتاعتنا للشلال باذن الرحمن. طبعا الشلال ده في بيزمن، هنودي الشغل بتاعنا على غرفه غاطس ان شاء الله باذن الله، ونجيب له مصدر ميه دلوقتي. وارجو ان يكون اعجابكم، وان شاء الله باذن الله تطلع حاجه كويسه. طبعا بالمناسبه احنا هنا واخدين اعلى من المقاس بتاعنا عشان نشغل ميه دلوقتي ونجرب ونوري العميل الشغل بتاعنا كويس. بعد كده هنقطع وندي طبه البنا يبني الجدار، هيبقى في جدار مستعار، البنا يبني الجدار المستعار بتاعه، نبدا نركب الجريلات بتاعتنا. تابعونا عشان تعرفوا كل ما جديد وحصري في الشلال والنافوره. السلام عليكم.